في كنيسة وستمنستر أبي التاريخية جرت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث رسمياً ملكاً على بريطانيا وسط حضور لأكثر من 2000 شخصية، بينهم ممثلون من أكثر من 200 دولة من حول العالم، زعماء، رؤساء وملوك ومن المنطقة العربية أيضاً. في هذا الحفل تم استخدام العديد من الأدوات التاريخية التي اعتادت بريطانيا على استخدامها في تتويج الملوك، مثل التاج والكرسي والصرجان وغيرها من الأدوات، قبل أن ينطلق الموكب الملكي إلى قصر باكنغهام. وفي جانبي الطريق كانت هناك حشود من الجمهور يحيون الملك ويحتفلون بهذا الحدث التاريخي، قبل الظهور من الشرطة الملكية في قصر باكنغهام للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاملة وعدد من أفراد العائلة الملكية، وانطلاق العرض العسكري للطائرات الذي في نهايته أعلن عن انتهاء المراسم الرسمية للتتويج. ولكن الاحتفالات الشعبية مستمرة في هذا الحدث التاريخي رغم هطول الأمطار المستمر في بريطانيا خلال ساعات التتويج. وأعلن يوم الاثنين عن عطلة رسمية في بريطانيا لمناسبة هذه الاحتفالات الشعبية.